كل شيء تمام الحمد لله. النمو كتير طبيعي الحمد لله. والبيبي كمان بلش يبين على الآخر. شو؟ صبي أو بنت؟ بقول؟ على أساس ما بتكون تعرفه؟ هي ما بدها تعرف؟ ما تركتني نام امبارح، كان بدها تيجي لهون 5 الصبح. لحظة لحظة، الحق عليه؟ هو كل الليل عم بيقول لي بنت بنت وأنا عارف إنه بنت. إي بنت، أكيد بنت، أكيد بنت. بنت؟ شو بتعملي إذا قلت لك إنه ما هو حق؟ بنت؟ بنت؟ يس! بنت! قلت لك قلت لك بنت! يس يس يس! بعتذر سوري، كثير 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 مبسوط. بنت ها؟ بنت سيدي. يعني جسمها استجاب على العلاج؟ رح تصير احسن؟ ايه نور عم بتصير احسن. وهلا الفحوصات الجاي اذا بيطلعوا نتائج انه منيحه كمان هيك بنطمن بالنا على الاخر. انا اسفه كثير دكتور، بس انا كنت على اعصابي كل الوقت. ما تعتذري، ما فيكي تطمني. اعتذر. يعني هلا ما في داعي تستعجلي وتجيبوا لها خي لنور، بما انه ماشي حالها على العلاج صارت البابا والماما تتغنج عليكم بعد 2 3 سنين، الا اذا انتم حابين تجيبوا بيبي هيدا موضوع بيرجع لكم. سوري. خير. الحمد لله كل شيء منيح. أنا مشي حالة على العلاج. مبروك. مبروك. الحمد لله. طب أنتوا طمنونا البيبي منيح؟ صبي ولا بنت؟ مش ما ممكن بده. مثل ما قلت لها بنت. بنت؟ بنت. مبروك. مبروك. مبروك.